واحنا في المارشي سونتر خلينا نسالوك على الاسعار كيفاش تلقيها؟ والله الاسعار فما حاجات معقوله فما حاجات ماهيش معقوله. اعطينا المعقول شنو؟ المعقول تو تلقى كرموس مثلا تو تلقاه ب 8000 7000 معقول، اما تلقى كرموس ب 25 وب 30 دينار ماهيش ماهيش بعد حاجه ما نجموهاش احنا التوانسه فما حاجات ما عادش نجمو ناخذوها ما عادش نجمو ناخذوها فهمتني؟ يعني التونسي حرموه من الحاجات هذيك اللي هي نورمالمون حاجات عاديه تعتبر. الخوخ سامحني الخوخ توا نورمالمون في طنبك السيزون، الخوخ نورمالمون ب 3000 توا، توا الخوخ ب 7000 وب 8000 اللي هو توا وقت وقت باش ناكلوه احنا الخوخ، باش ناكلوه في الشتاء ماني توا باش ناكل الخوخ. هاك تشوف معناها فما حاجات ماهيش معقوله بكل بكل زاد. فهمتني؟ هذايا بالنسبه للغله واللي ثم جزء من التوانسه واستغنى عليها ما عادش صحيح الغله بستغنين عليها. خلينا نحكيو في الاهم الخضره. الخضره والله الخضره توا فما حاجات معقوله مثلا فقوس مقبول توا اكثر حاجه نستعملوه فلفل وبصل طماطم فقوس هذوما حاجات توا ولات معقوله. فلفل طاح باهي طماطم زاد باهي الحقيقه في المتناول فقوس توا ب 2000 فرنك معناها في المتناول راه وصل ب 8000 راه ناخذوا فيه الفقوس. وصلنا ناخذ في الكيلو فقوس ب 8000 فرنك تو في 2000 تو معقول يتاكل فهمتني يعني المواطن العادي نجم يقدر عليه. وانت كل واحد اسمع نعطيك حاجه كل واحد وجيب كل واحد ومقدوره. العنب زاد كيف كيف نرجع للغله العنب العنب 5000 معقول. الخوخ واليسني حاجه ماهيش معقوله حتى طرف وما فماش الباهي راهو موش بنين ماسط خشين وغالي. خلينا نحكيو على الرجل التونسي خاصه اللي عنده عائله واللي هو مسؤول على العائله نتاعو كيفاش ينجم يوفق بين متطلبات الحياه والضروريات خاصه والغلاء هذا. وحده ما ينجمش بصراحه وحده مستحيل مش ما ينجمش يلزم المراه معاه وشوف ياخذ تشوف لي متوظف الراجل متوظف والمراه متوظف الزوز شوف ياخذ تشوف لي اما ذي خدام حزام كيما نقولوا احنا ويخلص في 30000 في النهار ليك ليه الصباط هذاك مشي على روحه صدقني مشي على روحه هذاك اللي يخلص 30000 في النهار مشي على روحه هذاك ليه كان ربي سبحانه. مازال نجموا نحكيو على اسواق شعبيه نحكيو على سوق الزوالي مازالوا فما في تونس. وي 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 انا من محمدي عندنا اسواق توا مازالت معقوله معناها كي تدخل للسوق تنجم خير كوبي من مارس سنترال خير برشا معناها في الاسوان في الغله في الخضره تلقى تلقى ما تشري فهمتني الاسواق الشعبيه ديما في اهون مازلنا هاني قلت احنا نحكي على حومتي مثلا في المحمدي هاني قلت لك معناها تنجم تشري من الاسواق هذوما ولا من رواد المارشي لا لا انا انا تريتور اصلي هذاك علاش ساعات نتلز انا سوق المحمدي سوق اسبوعي مش يومي يعني اربع وخميس بالصيف على هيك نبدا مانيش اربع وخميس نجي لهنا فهمتني هذاك علاش فما مصروف اليوم برشا ولا فما مصروف اليوم فما فما طوماط سيريز انا طوماط سيريز اليوم خذيتها ب 8000 الكيلو 8000 اما سيريز خاطر نخدم به اما ما نحبش ندخل في الموضوع نتاع الخدمه خاطر حاجه اخرى هذيك فهمتني اما بالنسبه للخضره الخضره في الصيف السنه حسيتها به معقوله الحقيقه الغله لا قفتك ويني قفه عند المواطن التونسي ماشي الاندثار قفه عند المواطن التونسي ما عادش القفة نتاع لي زاني 80 لي زاني 90 ما عادش كيلو علوش ب 50000 باش تحكي لي تقول لي كذا بكذا كيلو سردينة قطوسة ما تاكلهاش هيك ب 7000 شو تقول لي كذا بكذا الدنيا ما عادش التالي ليس القدام اللي عنده خمسة صغار طبيب وربي فهمت يعني الغلاء هذايا هو اللي يساهم في اندثار القفة ولات ما عادش عندنا القفة فاحش وما فماش مراقبة شنو زيت زيتونة ب 27 دينار هكا في الدور واحنا بلاد الزيت وبلاد الزيت هاو تقدام كي يجي عمل طلة تو يقول لك ابعد ما تحطش الكاميرا ب 27000 حتى باش تاخذ شوية كحة صباحة التونسي محروم في بلاده هي بلاد الخيرات كما نعرف تونس مطلوبة هنا نكزيستو ريان خاطر البوبيلاسيون تمشي فما فرق ما بين الاغنياء وفرق ما بين مش زواولة فقراء بسطاء فهمتني والهو ماشي يا ودي بيان سور ذوكم قاعدين يتيحوا لتاهي فهمتني نجم نقولوا حد شيء دونك وين الدولة من هذا الكل؟ الدولة بعيدة غنية على الشيء هذا الدولة كي تلقى مهرجان وائل الكفوري ب 120 دينار فهمتني
تدخل امراه عزوزه ضربتها السمش روحت تبكي قالت ما حطيت فلوسي في هذاك فعلى الدنيا السلام. لكن هذاك المواطن التونسي معناتها ماهيش الدوله فرض عليه انه باش يمشي ويدفع. عيد اغنيه على روحها خاطر ضم لي بيي سو ديفلوبي حط لهم مزود تو يخرجوا 10,000 و50,000 فهمني خاطر الشعب الوقت اللي هم يعانيوا شعب ثقافيا فقير عايش اختي في قال روحك برا ربي معاكم الكل وربي يخليكم. باش تشري ولا ماكش شاري؟ نشري لا نشري نشري. اوبليغاتوارمون يلزمك تشري يعني مجبر شر لابد منه. والله بون بالنسبه للغله غاليه كورد بون معناتها ما فماش اقل من كيلو ب 5,000 ما تلقاش اقل سوا عنب سوا خوخ سوا فهمت حتى الدلاع قالوا رخص ما رخصش فهمت. بالنسبه للخضره بون تنجم تقول مقبوله بصفه عامه بارسا الحوت زاد غالي فهمت تري شير معناتها يعني كل ما ود سورتو الدجاج هذا كيلو ب 10,000 فهمت فما غلاء فما غلاء معناتها المواطن البسيط ما يخلطش فهمت يعني محروم المواطن البسيط مش محروم كريم مي تصور انت كيلو سردينه ب 6,000 فهمت لا ما ادري شو ما عادش اللي خالط حتى على السردينه كيما يقولوها معناتها هذيك تاع الزواليق ما تلمو معناتها شيء غالي غالي فهمت كيما نقولوا الحاجه اللي مش تفوح الماكله ما فهمهاش معناتها اللي في متناول الجميع فهمت عشان هذاك هو ابار سا قفة المواطن التونسي اقل حاجه قداش تتكلف؟ يوميا معناتها يوميا مثال لافي معناتها تحب له اقل شيء اقل شيء شويه لحم وشويه كذا 15,000 وي 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 غالية بون معناتها ماكلة بسيطة دايرة مش معناتها ضروريات نحكيو على الضروريات معناتها شوية منه وشوية منه صافي له كونت فهمت سي شير كومي فهمت هذا هو فهمت قضيت قداش كلفت لك توا اليوم بالضبط أنا خاطر عندي ولدي راهو جاي من فرنسا عندك ضياف يعني عندي ضياف معناتها شريت بزايد معناتها وين عندك فما 80,000 انا خاطر شريت طرف كروفات شريت فهمت خاطر ولدي ضيفك هو لا اكثر مش كون تاع كل يوم انت مرة مو مناسبه هكا في تونس يقول لك معناتها وصلنا لدرجه انه كي باش يجيب حداك ضيف ولا حاجه يتفجع ولا يتفجع بيان سور صافي اي ما انت حسبه ما انت سي اي ما انت ما تنجمش تعطيه نابورت كوا ما انت ضيف لازم تفرح به شويه حوت شويه كذا سي ما انت اللي 100,000 موجوده. والتونسي في ظل الغلاء هذا ما عادش ينجم يفرح بالضيف نتاعه. ما يبا انا قلت لك يبدا عبد بركه ولا انت متوانسي يتفجعوا ولا كي يجيهم بيه؟ والله ليه ليه ولدي عاد ما نتفجع هذا ولدي لا ما عنديش يفضل روزمون ما نجيب ما يجوكش سلكت سلكت لا تمشي لا يجوك لا لا نمشي اما بون جاي انت قله قله فهمت مناسباتك هاو مال اليوم طاوله متنوعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في بالك بالفطور شنو هو والله في بالي انا الغدوه هو جاي نحب كسكسي بالعلوش وشويه حوت اونتري وكا سي سا طبعا الحاجات هذه ماهيش كيما البرا اي لا مش كيف كيف تشوف حاسلو اليوم التونسي نحكيو طبعا اللي عنده المسؤوليه نحكوا على الرجل التونسي كيفاش ينجم يوفق بين متطلبات الحياه والغلاء هذا كيفاش يوفق المستطاع هو ما انت في افيك ما يعيش لجور لجور هو ما انت شوي شوي حتى شكشوكة فهمت اش باش يعمل الغلة شوية شوية ولا فهمت أما بقاها اللي السالير نتاعو شوية بكل فريمون ميزيرا معناتها فما الطبق على الآخر فما طبقة تعبة فما بدات تكثر فهمت كانوا كعبات تو ولات معناتها زوالي زوالي ما عادش ينجم يقدر فهمت بصراحة حتى ما عادش غليت العيشة شوية فهمت